بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وحبيبنا محمد النبي الأمي الذي علم المتعلمين، ورسول الهادي الأمين الذي قاد سفينة العالم الحائرة في خضم المحيط ومعترك الأمواج إلى شاطئ الله رب العالمين. أما بعد، أعزائي طلاب صف السادس ابتدائي، حياكم الله جميعا ومع درس جديد في مادة الفقه، وعنوان درس اليوم مواقيت الحج والعمرة. مواقيت الحج والعمرة، صفحة 59، افتح كتابك معي. ما المكان الذي تحرم منه؟ هل هناك وقت محدد لأداء العمرة؟ هل هناك وقت محدد لأداء الحج؟ ها، من يجاوب؟ المكان الذي نحرم منه بالنسبة لموقف القسيم، هنا بالنسبة للقسيم عندنا قرن المنازل. هل هناك وقت محدد للعمرة؟ لا. هل هناك وقت محدد لأداء الحج؟ نعم، من أول ذي الحجة، من أول شهر شوال إلى عشر ذي الحجة. المواقيت نوعان، في مواقيت مكانية ومواقيت زمانية. يبقى في مواقيت مكانية وفي مواقيت زمانية. إيه هي المواقيت المكانية؟ هي الأمكنة التي حددها النبي صلى الله عليه وسلم ليحرم منها من أراد الحج أو العمرة، وهي أول حاجة ذو الحليفة، وهو قريب من المدينة النبوية في الجهة الجنوبية منها، ويسمى أبيار علي. فمن كان أهل المدينة النبوية أو طريقة أو طريقه يمر به فإنه يحرم منه، أبيار علي أو ذو الحليفة. الجحفة هي قرية قرب مدينة رابغ، وهي ميقات القادم من ينبع وتبوك والشام، وكل من كان طريقه عليها فإنه يحرم منها. الجحفة، يبقى ذو الحليفة، الجحفة، قرن المنازل، وهو وادي قريب من الطائف ويسمى الآن السيل الكبير، وأعلاه يسمى وادي محرم، وهو ميقات أهل نجد والطائف، وكل من كان طريقه عليه فإنه يحرم منه. قرن المنازل ده طبعا ميقاتنا هنا في القسيم، وإحنا رايحين على مكة، هو موجود في الطائف، اسمه ميقات قرن المنازل أو السيل الكبير. وادي ميقات وادي محرم موجود عند السيل الكبير. يلملم، ميقات أهل اليمن وجنوب المملكة، وكل من كان طريقه عليها فإنه يحرم منها. يبقى عندنا قرن المنازل ويلملم، بس كده؟ بس كده، هم الأربعة دول المواقيت التي حددها النبي صلى الله عليه وسلم في الحليفة، الجحفة، قرن المنازل، يلملم. دليل هذه المواقيت حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. طيب، نشاط واحد، بالنظر إلى الخريطة الآتية أبين عليها المواقيت المكانية. ها شباب، يلا شوف الإجابة. هنا ذا الحليفة، هنا رابغ، هنا السيل الكبير، هنا يلملم، هنا ذات عرض. تاني، ذا الحليفة، رابغ، السيل، يلملم، ذات عرض. من كان دون المواقيت السابقة فمكان إحرامه حيث التفصيل في الجدول الآتي: أهل مكة للحج يحرمون من مكة. يبقى أهل مكة للحج يحرمون.
المسلمون من مكة. بالنسبة للعمرة عندهم مسجد عائشة في التنعيم رضي الله عنها وأرضاها. للعمرة يحرمون من أي مكان خارج حدود الحرم كالتنعيم أو عرفات أو غيرهما. من كان خارج حدود الحرم المكي ودون المواقيت كأهل جدة وبحرة والشوارع وغيرها يحرمون من البلد الذي هم فيه ولا يتجاوزون البلد أو القرية التي هم فيها إذا أرادوا العمرة أو الحج من غير إحرام. هنا نشوف تأشيرات أو أشاير نهاية حد الحرم، ودي موجودة على الخريطة حدود الحرم تقريبا زي ما احنا شايفين كده قدام. بعض الأحكام المتعلقة بالمواقيت: لا يجوز لمن أراد الحج والعمرة أن يتجاوز الميقات من غير إحرام. لا طبعا، الميقات ما ينفعش أن يتجاوزه من غير إحرام، لازم يكون محرم وأنا قادم على الميقات. من كان طريقه إلى مكة لا يمر بأحد المواقيت المذكورة برا أو بحرا أو جوا فإنه يحرم إذا هذا أقرب المواقيت إليه. المواقيت الزمنية، عرفنا اللقب ده كان المواقيت المكانية صفحة 61 انتهينا. طيب نيجي صفحة 62 المواقيت الزمنية. المواقيت الزمنية للحج شهر شوال وشهر ذي القعدة والعشر الأول من ذي الحجة، أما العمرة فتصح في جميع أيام السنة. يبقى الشهور المواقيت للحج الزمنية، المواقيت الزمنية للحج شهر شوال وشهر ذي القعدة والعشر الأول من ذي الحجة. نشاط 2: ألون الأشهر التي هي المواقيت الزمنية للحج. ها زي ما قلنا هنلون يا شباب شهر شوال وذي القعدة والعشر الأول من ذي الحجة. ممتاز زي ما احنا قلنا بالضبط. التقويم يا شباب هنجاوب لك سؤالين ونترك الباقي علشان تشارك معانا ان شاء الله. فأول سؤال بيقول لك اختر الاجابه الصحيحه: ميقات اهل مكه للعمره، هل مكه ولا خارج حدود الحرم ولا مخير بينهما؟ لا طبعا خارج حدود الحرم. ميقات اهل جده للحج والعمره، جده ولا مكه ولا مخير بينهما؟ طبعا جده. المواقيت الزمنية للحج 3 أشهر منها رمضان ولا شوال ولا محرم؟ طبعا شوال. هذه الإجابة. أما سؤال صحيح خطأ ومواقيت الحج المكانية فترسله لنا على الواتساب. جزاك الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.